اهلا بكم في هرم دهشور او هرم سنفر. كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. من اكتر من 2600 سنه قبل الميلاد كان في ملك اسمه الملك سنفرو، كان والده بيعمل اهرامات مدرجه اللي هي معروفه بهرم سقاره. فهو حب يجود على الحاج، اعمل ايه بقى المعلم، جايب الصناعيه، جايب الرجاله، وقال لك احنا نعمل هرم بس مش مدرج، هرم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.